السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد من قناة موسى الجمعة. نقدم لكم اليوم فرز بعض نباتات الزينة وهي التقومة. زرعة التقومة تتميز بزهرتها الصفراء، وإن شاء الله سوف نشرح لكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله كيفية قص التقومة وكيفية زراعتها ومعاد الزراعة. النهاردة إن شاء الله بنعمل عملية فرز للتقومة. عملية فرز يعني ايه؟ يعني عملية صريد. بنسرد زي ما حضراتكم شايفين، بناخد العود الأخضر بنركنه على جنب كده، نرصه تاني كده، والعود الفاضي الناشف اللي زي حضراتكم شايفين في الكاميرا كده بنشيله خالص بره، نطلعه بره على جنب زي ما حضراتكم شايفين. الفراولة الناشفة بنشيله خالص، وعملية الفرز دي بتعمل عملية تهوية بين الأكياس، عملية تهوية بين الأكياس بحيث لو في ميكروبات ولا حاجة تطلع، عشان تضرب في قلب الأكياس كده تطلع. وبعد كده ان شاء الله لما تم عملية الفرز او عملية التفطيم بنرويها، او عملية سقية بنرويها بالماء. لو انتظرنا كتير عن سيد هذا النبات هنحس اللي فيه عملية دبلان زي ما حضراتكم شايفين، دبلان هنا نشوف الشوال المتلطمين، عملية دبلان اللي الورق ملت نامت شوية زي ما حضراتكم شايفين. لو رجعنا للكاميرا الناحية التانية لسه متفطمش، الورقة مفرودة لسه. وبكده شرحنا لكم عملية فرز أو تفطيم نوع من أنواع النباتات. لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك ما هو جديد من قناة موسى الجمعة للنباتات وإنتاج نباتات الزينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظرونا في فيديوهات جديدة، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.